السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. ولكن اليوم ماشي وصفه وانما هي واحد الفيديو كان عندي، وبرغم ان حسب الظروف ديالي سمحوا لي تنغيب بزاف وعاد كنجي كنطل الله يحسن العوان. anyway هذا الفيديو الخاص بالعوده الى المدرسه، خديت شي مشتريات هو نورمالمون خديتهم في اوغست شهر غشت من دولار تري. everything is a dollar. غادي نشوفو شنو خدينا. خديت هاد التبسلات هادو نتاع الحفلات كبيردي عيد ميلاد لا بيبي شاور something like that. انا خديتهم غير باش نديرو بيهم انشطة ترفية لولدي. هادو they call it I believe word strips or band demo. فيها 30 وحدة، انا غادي ناخذ فيها لي زالفابي وغادي نحلقها لولدي باش يتعلم فيها لي زالفابي. وهادو ديجا كما قلت لكم هذا الفيديو راه قديم، انما انا عاد غادي ننشرو وغادي تشوفوا دابا. هاد الاقلام ماشي زوينين 100%، ما عجبونيش، ما كيلونوش مزيان، خليتهم تاهما بدولار. هاد ستيكر موتيفيشنال ستيكرز، كتشجعي به الطفل ديالك او الولد ديالك ولا البنيته فاش كيدير شي عمل كتعطيه ستيكرز، سواء كان العمل ضعيف ولا ما ولا مزيان، المهم كتشجعهم باش كيبغيو يديروا حوايج اخرين. فيه 180 ستيكرز. هذه بحال ساعه وفيها ماشي ساعه وانما فيها الارقام سبينر رو، وانا خديتها غير باش نوري لولدي الارقام. غادي نعلقها في البيت باش يبقى يقول لي فين هو رقم واحد، فين هو رقم جوج، فين هو رقم ثلاثة، الى اخره. اوكي وهادو واحد بحال تروفة ديال التوب كندير بهم، خديتهم فيها دي كولت فيلت شيتس او فوي دو فيلتر. غادي ندير بهم انشطه ساهمة ترفيهيه للوليدات ديالي. فيها جميع الالوان، الاحمر، الابيض، الازرق، جميع الالوان اللي تبغي. انا مازال ما فكرت شنو الانشطه اللي غادي ندير بها. هنايا الماب يونايتد ستيت ماب، فيها الولايات كلهم بالالوان، كما نقولوا تتفتح الشهيه بان الطفل انه يعرف الولايات، في نفس الوقت يتعلم الالوان. غادي نعلقها في البيت، اسمحوا لي ما حليتهاش وانما سو انتريستين، زوينه بزاف للدراري خصوصا كيندر غارن. وخديت هاد المسطرات فيهم 3 دولار. وخديت كذلك كما نقولوا حنا بالدارجة البيكر او الكومباس. هذا ماشي لولدي وانما بالنسبه ليا كندير اعمال كما قلت لكم ترفيهيه، وكيخصني باش ندير دوائر باش نصاغ بنجمه الى اخره محتاجه. وكذلك خديت النوت بوك. هذا النوت بوك غادي نستعمله غير بالنسبه لي زالفابي، كان غادي نامبريمي دي اوراق ديال لي زالفابي وغادي نقطعهم وغادي نرتب له على حساب من ا حتى لزد اور اي تو زي. سو غادي نخلي غير لي زالفابي. وخديت كذلك هاد الباكيه فيها 150 ورقه، غادي نحطها في الكلاسور. الكلاسور تيدير غير بدولار واحد في دولار تري. غاد الوراق هادو غادي نستعملهم غير الارقام باش نعلمو الارقام. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وسمحوا لي راه هو خارج نطاق الطبخ وانما بغيت نشارك معكم. وغادي يكونوا فيديوهات ما متعلقانش بالطبخ وانما غادي نخليهم في نفس القناه امل كيتشن، غير هو انا بغيت ننوع هاد القناه لان عندي اعمال اخرين غير الطبخ بغيت نشاركهم معكم. تنشكركم على المشاهده وكنشكركم كذلك على المشاركه، ونلقاكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. باي باي، بسلامه.